السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 20 ساعة فترة انقطاع الكهرباء داخل عدن، هذه كارثة ولم تحصل في تاريخ المدينة. يعني وضع عدن وضع مأساوي للقاية. عندما تجي تسأل يقول لك أزمة وقود، لا والله ما هي أزمة وقود، أزمة رجال. أزمة رجال، احنا نعاني من أزمة رجال من بعد 2015. بالله عليك، يعني حكومة مركبة من 7 رؤساء ما قدروا يوفرون ديزل لمحطة الكهرباء، والله انها كارثة. وعاد الكارثة العظمى انهم يختلفون وراحوا يحتكمون بالرياض. بالله عليك تروح الرياض تحتكم ليش؟ احتكموا داخل المعاشيق اذا انتم رجال، احتكموا داخل المعاشيق اذا انتم رجال. ما بطغى حكومتين داخل سروال واحد كذا. مرقله يا مرقله، يا حسمتها الشرعيه يا حسمها الانتقالي، واحد من الاثنين. اما تبهدلون بالشعب على حساب مصالحكم، يعني على حساب الدعم والفتات الذي ياتيكم من برا من الخارج، يعني تعذبون شعب شله من الفسده من اللصوص من السرق، والله لن يقبل الشعب. اذا لم يتحرك الشعب فانا اعتبر ان الشعب جبان. ايش اقول لكم 100 مرة؟ بالله عليكم يعني نشتي حسم كذا من الاخير. تحسمها الشرعية ولا يحسمها الانتقالي؟ اما تجلسون تتعاندون على حساب الشعب، يعني تشتي تسرقوا الشعب وتختلفون بالسرقة وتروحون تحتكمون بالرياض، مع خليت قيمة للبلد ولا خليت قتلونا سيادة ولا خليتونا مأويه داخل البلاد. استحوا على انفسكم. يقول لك المناطق المحررة، المحافظات المحررة، المحافظات إيش؟ هذه مش محافظات محررة، هذه محافظات محتلة. المحافظات المحررة الكهرباء عندها 24 ساعة. الست المحافظات المحتلة هذه من ضمنها عدن، بلا كهرباء بلا خدمات، يعيش أهلها في عذاب، في عذاب والله. المهم نشتي حسم، يا ذا الطرف يحسمها بمرقلة، يا ذا الطرف يحسمها بمرقلة. أما بانقع بين طرفين فاسدين يعذبون شعب بأكمله، هذه كارثة وجريمة أمانة. يحسمها طرف مثل ما احتسمها بصنعاء، حسمها طرف، والآن داخل عدن نشتي طرف يحسمها، يحسمها الانتقالي ويقع رجال، ولا تحسمها الشرعية وطع رجال زي ما أقول لك، انتهى الموضوع. لأنه العذاب اللي نعيشه من بعد خلافاتكم اللصوصية الذي تسرقون فيها وتنهبون فيها وتستلمون الدعم من برا، يا أخواني 7 رؤساء وتحالف ودعم منظمات وما قدرتوا توفرون ديزل، وجودكم اليوم واحد داخل المعاشيق كلكم 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 بدون استثناء، والله وجودكم اليوم واحد إنها جريمة، والله جريمة. إذا ما يتحرك الشعب بأسرع وقت إنه بيتحمل مسؤولية ما يحصل له من بعدكم أيها اللصوص. وتحياتي لكم ذو القرنين الحميرين.